مرحبا بكم. موضوع حلقتنا اليوم هو نقاش موضوع التشابه الشبثي فيما بين الكائنات الحية، وهل يعتبر فعلا دليل على وحدة الأصل أو انحدار هذه الكائنات من أسلاف مشتركة؟ منذ بداية اكتشاف الحمض النووي في نهاية القرن 17، بدأت الدراسات والبحوث تظهر تشابه جيني كبير بين كائنات كان ظاهر مسبقا ارتباطها بعلاقات قرابة. استنتج العلماء أن هذا التشابه الجيني دليل على انحدار هذه الكائنات من أسلاف مشتركة، بينما يصر الخلقيون على أن ذلك لا يدل على شيء سوى خلق هذه الكائنات من قبل خالق واحد. وكتبرير لماذا يوجد هذا التشابه على المستوى الجيني وعلى المستوى الشكلي إلى غيره، بأن المادة الوراثية متشابهة لكي تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض. فيرى المروجون لفكرة التصميم الذكي أن التشابه في المادة التي تتكون منها الكائنات الحية مثل البروتينات وعناصر الحمض النووي هو نتيجة مقصودة مسبقاً، هدفها أن تتغذى هذه الكائنات بعضها على بعض لتكتمل سلسلة دورة الحياة ويحصل نوع من التوازن الأيكولوجي في الطبيعة. وأنه لو اختلفت المادة الأساسية التي تتكون منها هذه الكائنات لأصبحت هذه الكائنات سم لبعضها البعض. ألا يدرك فعلاً أن الكائنات الحية سم لبعضها البعض؟ صحيح نأكل بعض الأشياء لا نتسمم، لكن الكثير من المواد تكون سم لنا رغم أنها تكون من نفس المادة الوراثية. تتشابه في وحدات بناء أجسامها البروتينات، بما سمح لبعضها أن تتغذى على بعض لتكتمل دورة الحياة باكتمال سلسلة الغذاء ويحصل التوازن. ولو كانت المادة الوراثية وبالتالي وحدات البناء مختلفة تماماً لأصبحت الكائنات بعضها سماً لبعض، إذ لا تستطيع أن تستفيد من عناصر بعضها البعض. ولقيل حينئذ لو كان هناك خالق فلماذا لم يجعلها متشابهة لتستفيد من بعضها؟ لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه كالعادة ينطلق أصحاب الفكرة الإيمانية من محاولة تفسير أي وضع قائم على أنه مقصود ومخطط له مسبقاً، بينما تشير كل الدلائل على أن الأوضاع الطبيعية المستقرة تحصل نتيجة لاضطرابات وتخلخلات سابقة تنتهي باستقرار نسبي أو دائم، أو ربما استقرار محلي في منطقة معينة من الكون واضطراب عشوائي في مكان آخر. نورد قصة رمزية معروفة تحكي عن رامي أسهم كان يطلق سهامه على جذوع الأشجار بشكل عشوائي في الغابة، ويذهب بعد ذلك ليرسم دائرة حول السهم الذي يصيب الجذع، ليوهم من يرى النتائج لاحقاً إنه رامي ماهر يصيب الهدف دائماً. هكذا دائماً يفكر دعاة التصميم. ممكن أن نلاحظ أيضاً أن الادعاء بأن هنالك هدف مسبق من التشابه هو ادعاء تشوبه مغالطة منطقية أخرى، وهي مغالطة المصادرة على المطلوب. فالمقدمات بوجود خالق وضع تصميم ما بهدف إحداث نتيجة مقصودة مسبقاً هي مسألة غير مثبتة أصلاً. فالخالقي يضيف من عنده استنتاجات غير علمية مبنية على معتقداته بوجود خالق مصمم قام بعملية التصميم. وفي الحقيقة فإن ما يفعله هؤلاء هو عبارة عن خلط بين السبب المزعوم والنتيجة المبنية على أدلة، إضافة لكونه استنتاج مبني على انحياز تأكيدي أصلاً. فعندما يرى الخالقي وضع ما مستقر ونتيجة لرحلة تطور موغلة في القدم، ينسب هذا الوضع المستقر إلى مجهول له الذي هو المصمم، بدون أن يكلف نفسه جهداً في إثبات وجود وكيفية قيامه بعملية التصميم وكيف تدخل لتنفيذ هذا التصميم. فقط يدعي أن هذا وضع مهيئ من قبل قوة غيبية. وعلى نفس طريقة التفكير هذه فسر الإنسان البدائي كل الكوارث الطبيعية بأنها علامات غضب الإله وتوقف عن البحث عن حقيقتها. ولولا الفكر العلمي بقي الإنسان حتى اليوم يعتقد بالخرافات ولا يتقدم في تطوير سبل التعامل مع البيئة قيد شعب. طبعا ستبقى هنالك دائما ثغرات معرفية حول كيفية حصول الأشياء عبر تاريخ كوكبنا الطويل، والوصول إلى أجوبة هي وظيفة العلوم الأساسية. بينما نلاحظ أن وجود أي نقص معرفي ممكن أن يدفع دعاة التصميم لارتكاب مغالطة الالتماس بالجهل ومغالطة الثنائية فالس دايكاتومي، بافتراض تدخل من صاحب قصد وإرادة بدلا من كونها عملية استقرار طبيعية. لكن سيظل هكذا الدعاء هو ادعاء خارج نطاق البحث العلمي لا يتيح إمكانية التفنيد ولا الإثبات. في الواقع أن التفسير العلمي والمنطقي الأقرب احتمالية هو أن هذه الكائنات الحية متشابهة سواء شكليا أو جينيا، لأنها أصلا تطورت من أسلاف مشتركة تعود إلى
إلى الخلايا البدائية الحيوانية والخلايا النباتية، أي لأن منشأها كونها نشأت وتطورت على سطح الأرض، فهذا سيؤدي بالضرورة إلى أن تكون مكوناتها الكيميائية من مادة الأرض نفسها، ولن يختلف لأنها ليست كائنات مخلوقة من العدم أو جاءت من كواكب مختلفة. وهنا نلاحظ أنهم حتى لو صحت فرضية هبوط المكونات العضوية الأولى مع المذنبات إلى سطح الأرض، في الوقت الذي كانت ترشق فيه الأرض هذه المذنبات في عمر الكرة الأرضية المبكر، فسيبقى الكربون أيضا هو العنصر الأساسي في تركيبها الكيميائي، ولن يكون هذا الفرض أيضا مستبعد. وهذا استنتاج له تبعات تطبيقية مفيدة علمية، على العكس من فرضية حدوث ذهاب إرادة خالق التي لا نشهد لها أي تطبيق ولا أي توقع في المستقبل مفيد. مسألة كون غذاء الكائنات على بعضها البعض، هذا يعتبر هو النظرة العلمية له أنه عملية تكيف طبيعية لكي تستطيع الكائنات الحية الاستمرار والبقاء، وإلا لم استطاعت الكائنات أن تعيش على بعضها البعض بدون تجانس بالهضم، ولكي لا تكون الفريسة سم المفترس. وتمييز الصالح عن السام أو المفيد عن المؤذي تمت بالتجربة غالبا، حتى تطورت الكائنات الحية بشكل تدريجي ساعدها على التمييز بواسطة التذوق والشم وباقي الحواس، ولاحقا بالمعرفة العلمية عند الإنسان ما هو الجيد لأكله وما هو السيء المضر. هنا علينا ملاحظة أن التشابه في البروتينات والمادة الوراثية ليس نفسه بين كل الكائنات الحية، بل فقط تلك التي تعيش في نفس الظروف البيئية وبينها صلات قرابة. بعض الكائنات الحية متقاربة جينيا بشكل كبير، لكنها ليست سلسلة غذائية لبعضها، مثلا الكلاب لا تأكل الكلاب والقطط لا تأكل القطط. في الحقيقة الكائنات الحية تحابي وتفضل الأقرب إليها جينيا، وتكون مستعدة للتضحية لأجلها بطعامها أو براحتها، لا بل حتى تحمي تلك القريبة منها جينيا بحياتها إن لزم الأمر. هذا ما نلاحظه من تعاطف أفراد الأسرة ورعايتهم لبعضهم البعض. لا توجد عدا حالات نادرة جدا في الطبيعة أن يأكل الوالد ابنه مثلا أو الأخ أخوه. كميات ضخمة من البشر اليوم تنهى بنفسها عن أكل الحيوانات التي تعتبر أقرب إلينا جينيا، وتتجه البشرية اليوم نحو النظام الغذائي النباتي. من جهة أخرى مغايرة، توجد أيضا كائنات تعيش في بيئات مختلفة وليس بينها تقارب جيني كبير، لكنها تعتمد على بعضها كغذاء، مثل أكلنا للفواكه والخضر والحيوانات البحرية. لهذا يعتبر التفسير الخلقي تفسير فاشل عند وضعه تحت الفحص المنطقي والعلمي. فناهيك عن كونه تفسير غير علمي، فهو ليس حتى بتفسير فلسفي سليم، وكما قلنا في بداية هذه السلسلة أن محاربي ومشوهي العلوم بطروحات كهذه يسيئون إلى دينهم أكثر مما يسيئون إلى العلم. فكرة غذاء الكائنات الحية على بعضها البعض تفتح باب التساؤل عن مدى وعدالة ورحمة الإله الإبراهيمي. ووفقا للتصور الديني الذي يعتنقه المتحدث مثلا في مثالنا، فإن الكون بموجوداته بما فيه من الكائنات الحية خلقت مسخرة لخدمة الإنسان، فالشاة والبقرة وجدت لكي يتغذى عليها الإنسان، لكن على الأقل يتغذى عليها لكن بدون أن يؤذيها، بدون أن يعذبها قبل قتلها مثلا. لكننا نشاهد في الطبيعة ظواهر مناقضة لهذه الفكرة. نرى مثلا حيوانات مفترسة تقوم بنهش لحم الفريسة التي تتعذب لساعات حتى تموت، مشهد خالي من أي رحمة وعدالة. ما الحكمة من هذا الموضوع؟ هذه الكائنات الحية تتمتع بجهاز عصبي متطور، وتشعر بالألم والمعاناة، وتسعى بإدراكها للبقاء حالها حالنا. ألا يستطيع هذا الآله مطلق العدالة والرحمة أن يجد حل أكثر رحمة وعدالة من ما يحدث الآن في الطبيعة؟ كائن مثلا تتغذى كل الكائنات على مصدر حيوي واحد لا يملك إدراك وحب اندفاع نحو البقاء. فالأبقار والخراف على سبيل المثال تتغذى على النباتات التي لا تمتلك جهاز عصبي متقدم ولا تشعر بالألم والمعاناة عند أكلها. نتصدى الآن لوجه آخر لهذا السؤال اعتاد منكري التاريخ على طرحه للتقليل من قيمة هذا الدليل العلمي، وهو التشابه الجيني بين الكائنات. صيغة التساؤل يكون: ما الذي نستنتجه من كون جينات كائنين متشابهة؟ أو هل إذا كانت نسبة التشابه جينات الإنسان مع كائن آخر مثل الشمبانزي مثلا هي نسبة عالية،
هذا يعني أن الإنسان هو ذلك الكائن، أن الإنسان شمبانزي بنفس النسبة. أولاً علينا أن نعرف أن كون الكائن الحي يشترك بنسب معينة من الـ DNA أو الحمض النووي مع غيره من الكائنات الحية، فذلك لا يعني أنه ينتمي إلى صنفها. فعلى سبيل المثال الإنسان والموز يشتركان بحوالي 50% من الـ DNA، فهذا طبعاً لا يعني أن الإنسان نصف موزي. وعلى ذلك فإن قول أن الإنسان يشترك مع الشمبانزي بنسبة 99% أو 98% من الجينات لا يعني أن الإنسان شمبانزي بنسبة 99%. التطور لا يسير من الشمبانزي إلى الإنسان أو العكس، إنما الإنسان والشمبانزي تطوروا من سلف مشترك وافترقا في طريقين مختلفين، ولذلك يتشابه جينوم الإنسان والشمبانزي بنسبة 99%. وهذا التشابه يعني أن سلف الإنسان المشترك مع الشمبانزي كان أقرب بكثير من سلفه المشترك مع الموزة في مثالنا. فشاهد هنا أن أسلافنا افترقوا عن أسلاف الموز من قبل فترة زمنية أقدم وأقدم بكثير، وصاروا بطريقين تطوريين مختلفين تماماً وأطول بكثير، حتى أن تراكم الاختلافات هذه كانت فقط نسبة 50% بين الإنسان والشمبانزي وعليه. وحسب مجلة نيتشر التطورية المعروفة، عندما نرى أن 99% من جينات أحد أنواع الفئران لها شبيهات في الإنسان، فهل هذا يعني أن البشر يا كهنة الخرافة فئران بنسبة 99%؟ وعندما تذكر المؤسسة القومية الأمريكية للصحة أن 60% من جيناتنا وجينات الذباب متشابهة، فهل يعني هذا أن البشر ذباب بنسبة 60%؟ وعندما نرى أن كروموسوم X المميز للأنثى متشابه بنسبة 69% مع الشمبانزي، وكروموسوم Y المميز للذكر مشابه بنسبة 43%، فهل يعني هذا أن النساء أقرب للشمبانزي مرة ونصف من الرجال؟ لو قارنا كتابين ووجدنا تشابها بنسبة 99% مثلا في كلمات الكتابين دون النظر إلى ترتيب الكلمات وتوظيفها في سياقها، فهل نستطيع أن نقول أن الكتابين يصلان إلى نفس النتيجة بنسبة 99%؟ هل لو قلت لك أكل الكلب لحم زيد فإنها بنفس معنى أكل زيد لحم الكلب؟ نسبة تطابق 100% في الكلمات، ومع ذلك فالمعنى مختلف تماما. هذا السؤال يفضح مشكلة فهم فلسفي لمفهوم الهوية والأشياء ودور التغيرات التي تطرأ عليها، نفس هو الفهم الذي يدفع الخلقيين للتشكيك في إمكانية حصول التطور الكبروي وخروج نوع من نوع آخر نتيجة لتغيرات طفيفة. فيقر الخلقي بالتكيفات والتغيرات الصغروية وينكر التطور الكبروي. نستذكر في هذا الصدد مفارقة الفيلسوف الأغريقي أبوليدس حول هوية الأشياء، الذي قال أن التلة ستظل تلة طالما تم في كل مرة إزالة حبة واحدة فقط منها، لكن حبة تلو الأخرى، أو بالعكس أي حبة رمل سوف تضيفها إلى كومة الرمل هذه لتصبح الكومة تلة. بمعنى أو بالآخر، هل تتكون تلة من تراكم حبات رمل؟ وعلى ذلك لو نظرنا للتغيرات التدريجية الطفيفة التي حددت هوية الإنسان ككائن منفصل عن الشمبانزي واتبعنا نفس المنطق المغالط، سنكون أمام سلسلة تبدو بخطوات منطقية متتابعة، فأنت كل مرة تنظر إلى هذه القطرة التي تنزل من الصنبور في القدح وترى أن كمية الماء لا زالت بشكل معقول كما هي، تتغير بشكل طفيف جدا يصعب ملاحظته بالعين مجرده، لكن بعد فترة تأتي لترى أن الكأس قد امتلأ. فإذا استمرينا بالقول بأن قطرة واحدة لا تملأ الكأس فسوف نصل إلى استنتاج خاطئ، عمل أنه لا المنطق المتبع ولا الملاحظة المسجلة تتضمن أي خطأ واضح في هذا الطرح، لكن الاستنتاج أنه يستحيل الفصل ما بين الإنسان والشمبانزي لأن تميز هويتهما هو نتائج تغيرات طفيفة متزامنة هو استنتاج خاطئ. ولحل هذه المشكلة فلسفيا يمكن القول أن أوصاف أو تصنيفات مثل إنسان أو شمبانزي أو موزة هي ليست أمور موضوعية موجودة في الواقع، إنما تصنيفات نحن أطلقناها لتمييز الأنواع. فالحدث البشري هنا هو من يضع الحد الفاصل بين بدين ونحيل أو إنسان وشمبانزي، والفرق هنا أن هذه التصنيفات تعتمد على استقرار وتحليل علمي بيانات موجودة في الطبيعة في مثال تصنيف الأنواع في الكائنات الحية مثلا، أي أن الطبيعة ليست كيان واعي ولا تعرف الفرق بين الأنواع. يعني في المجال العلمي العلماء من يقوم بوضع هذه التصنيفات للكائنات الحية ليسهل علينا تمييزها ودراستها،
وبالمناسبة الاعتبار السائد لدى العامة في المجتمعات العربية أن الحيوان أقل شأن من الإنسان هو اعتبار عاطفي تقليدي، بينما العلم ينظر للكائنات المختلفة بحيادية تامة ولا يفاضل بينها في القيمة المعنوية. شكرا لكم ونراكم في حلقة قادمة.